الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وبعد. أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. نحمد الله سبحانه وتعالى الذي أعطانا هذا العمر المبارك حتى وصلنا إلى هذا الشهر المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى الصيام والقيام وعمل الخير. أيها الإخوة المشاهدون، كثير من إخواننا وأهلينا وأصدقائنا عاشوا معنا في رمضان الماضي، ولكن اليوم فارقونا وذهبوا إلى الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى لهم المغفرة والرحمة، وأن يدخلهم الله سبحانه وتعالى فسيح جناته. هذا مما يحمد العبد ربه الذي أعطاه هذا العمر حتى وصل رمضان. يجب علينا أن لا نفوت فرصة رمضان أن نملأ أوقاتنا بالأعمال، أي بأعمال الخير من صلاة وقيام وقراءة قرآن وذكر من استغفار والصلاة على النبي والجلالة وسبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والصدقات الذي تشمل كلمة البر وعيدات الفطر للمساكين والضعفاء والأيتام والأرامل والمعوقين، كل هؤلاء محتاجون، بدءا بالقريب ثم الأقرب فالأقرب. هذا الشهر هو شهر المسلم يتاجر مع الله سبحانه وتعالى بإنفاق ماله في طرق الخير، وكذلك أن يجهد بنفسه أن يخدم أن يعمل لله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الذي يضاعف فيه الحسنات. ولا ننسى أن ندعو الله سبحانه وتعالى لأنفسنا ولأهلينا ولوالدينا ولأقربائنا، وندعو للمسلمين جميعا، ولا ننسى أن ندعو لبلدنا أن يرزقها الأمن والاستقرار والطمأنينة والوحدة الوطنية. ونحن مقبلون على حوار وطني، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق التشاديين جميعا لأن يكون هذا الحوار ناجحا، وبهذا تستقر تشاد ونتفادى جميع المشاكل من الحروب والانقسامات. ونسأل أيضا لحكامنا، يوفقهم الله سبحانه وتعالى لأمل الخير، وأن يوفقهم أن يديروا هذه البلاد بما يحب الله سبحانه وتعالى ويرضاه، وأن يكونوا رحمة للرعية، وأن يرزقهم الرحمة الواسعة حتى يرحموا عباد الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
كالعادة في كل شهر رمضان نذكر المسلمين بهذا الشهر من فضائل ورحمات ونفحات التي تكون في هذا الشهر، هو سيد الشهور. وكذلك نذكر إخواننا أن يعلموا ما هو الصوم وما هي شروط الصوم وما أركان الصوم ومبطلات الصوم أو نقول مفسدات الصوم ومكروهات الصوم وكذلك محرمات الصوم ومندوبات، لأن هذا الصوم هو ركن من أركان الإسلام الخمسة، كما أن للصلاة والزكاة والحج شروط وآداب وأركان ومبطلات، كذلك أن للصوم شروط وكذلك واجبات وأركان ومبطلات، وكذلك ما يباح في الصوم. إذن أولا نريد أن نشرح شروط الصوم، متى يكون الصوم واجب على المسلم. من شروط الصوم الإسلام، أن يكون مسلم. لا يصح الصوم من غير المسلم، أي من الكافر، إذا صام مثل صيام المسلمين، أخذ النية قبل طلوع الفجر ولم يتناول المفطرات ولا أكل ولا شراب ولا شماء ولا غيره إلى غروب الشمس، وقال لنا أنا صائم، نقول له صومك باطل. لماذا باطل؟ لأن من شروط الصوم أن تكون مسلم حتى يكون الصوم صحيح. إذا لابد أن يكون الإنسان مسلم، بعد كده الصوم يكون واجب. وكذلك البلوغ، البلوغ من الرجل أو من المرأة، الصبي والصبية الصيام ما واجب عليه حتى يبلغ كل واحد منهما. الصبي 10 سنة 11 سنة ولم يبلغ، البنت مثلا 11 12 ما بلغت، ده صبي وده صبية. لكن إذا كان بلغ بيجي الصوم واجب، واجب بعد البلوغ. والبلوغ علاماته معروفة بالنسبة لي الذكر وبالنسبة للأنثى. بالنسبة للإنسان الذكر علامات البلوغ إما خروج المني وإما نبات الشعر، أي إنبات الشعر، شعر اللحية يسموه دقن، أو شعر العانة قدامه، أو شعر الإبطين، وكذلك غلظ الصوت، الصوت صوته بيكون غليل أخشن، هذا كذلك من علامات البلوغ. وكذلك إذا كان الإنسان ما فيش علامات، ما فيش علامة، أي علامة للبلوغ، إذا وصل 18 سنة خلاص يسمى إيه؟ بالغ. كذلك البنت معروف الحيض يخرج منها، وفي علامات أخرى أيضا يدل على أن خلاص هذا بلغ وهذه كذلك بلغت. إذن وجب على كل واحد أن يصوم. الأقل من شروط وجوب الصوم الأقل، إنسان المجنون ما وجب عليه الصوم ولو بالغ. إذا كان مجنون 10 سنة 5 سنة 2 سنين 20 سنة وبلغ كده مجنون، أو بعد البلوغ إن جنة، أو صام كده
سنتين ثلاثة أربعة خمسة وبعدين انجنا وما مخاطب بالصوم. ولكن إذا أفاق من الجنون لقي العافية يجب عليه أن يقضي كل ما فات. 10 سنة مجنون، 20 سنة مجنون أو مجنونة، هيقضي. يقضي كيف؟ معناته متابع، أي القضاء ده يكون في تتابع، يكونه زي رمضان ما يقطع. لا، كان بيقدر يشيل شهر كامل، ثاني شهر ثاني، أو كما بدأ بداية الشهر القمري كمان يصوم 30 يوم. إذا بدأ بالشهر، الشهر يكون 29 أو 30، خلاص هكذا يقضي شهر 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 بحسب القدرة. إما كان عنده قدرة بتابعة 30 يوم، إما كان بدأ بالشهر زي ما قلنا، إما 29 إما 30. إذا كذلك إنسان المغمى عليه، أصل له إغماء، فقد وعيه، إذن ده مثل الناس اللي بيأخذهم ضغط، بيقع يومين ثلاثة أربعة ما بيفيق، ما بيعرف وين هو قاعد. إذن ده كله بعد ما يفيق يقضي هذه الأيام 3 4 5 يقضيها. إذن العقل من شروط وجوب الصوم قلنا العقل. لكن يأتي موضوع العقل، إذا كان الإنسان في بداية طلوع الفجر هو صحيح، إلى نصف النهار هو صحيح، وصل إلى جل النهار، ما نأتى لحد بعد الظهر وأقله فقط، أي فقط أقله، إما إنجنة إما أغمي عليه وما تناول ولا أكل ولا شراب، شيء بطل الصوم كده ما تناول إلى غروب الشمس، نقول صوم ده صحيح، لأن كان في بداية طلوع الفجر هو كان نصيح، معناته إيه؟ ما كان مجنون. لكن إذا كان في بداية طلوع ما عنده أقل، سواء مجنون سواء مغمى عليه سواء سكران، نقول صوم ده باطل. ولو أفاق بعد طلوع الفجر بساعة أو 30 دقيقة، أو بعد طلوع الشمس لقي حاله كويسة أقله تمام، نقول لك من بداية الطلوع عند طلوع الفجر إذا كان أنت ما نصي صومك ده ما صحيح. ولو بعد 10 دقيقة قبل أنت أفقت بعد طلوع الفجر 10 دقيقة 5 دقيقة، نقول لك لا، من شروط الصوم وكذلك من صحة الصوم العقل. كذلك من شروط الصوم الطهارة. إذا كان المرأة ما طاهرة من دم الحيض أو دم النفاس ما واجب عليها تصوم، وكان صامت كل صومها ده باطل. عندنا المرأة إما أن تكون حائض وإما أن تكون مرأة نفساء والدم نازل. إذا كان الدم ده بجيها النهار ولو نقطة نقطة بس طلعت منها، الصوم ده بطلة. لكن إذا كان الصوم ده في رمضان وهي الحيض بجيها ليل، الليل بس بجيها، وقبل الصلاة خير من النوم، أي قبل طلوع الفجر هينقطع ما يجي إلا الليل، هذه المرأة يجب عليها أن تصوم. لأن ده نحن نذكر أخواتنا أمهاتنا وبناتنا، في البعض منهم إذا كان هي حائضة أو نفساء ما قاعد تفكر، بتقول أنا في اليومين ده عندي اتجات، لا
الشريعة بتقول إذا كان عادت كده بتجي بالليل وبتنقضي بالليل والنهار شيء كما بيجي إلا الليل تصومي والصلاة كلها ما بفوتك لأن بجيك مثلا الساعة 8 9 10 بالليل 12 أو بجيك من واحد 2 ساعتين أو ساعة بسيل وخلاص بنقطع إذا نط الظهر العصر المغرب العشاء الصبح معناته أنت طاهرة صائم في رمضان أو خارج رمضان معناته الصوم واجب لك وبعدين حتى الصلاة واجب عليك ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى العمل الخير في هذا الشهر المبارك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.